بكل ثقة راشد الغنوشي يقول البرلمان عائد لا محالة، حبة من حبة وكريهة من كريهة. شنو عرف كلام راشد الغنوشي وهل سيعود البرلمان وانت مع عودته ولا لا؟ مع عودته أنا ثمش دولة بلاش برلمان؟ لازم البرلمان ديجا احنا توا هي توا كل شيء حبس كي تنحى البرلمان حبس. شنو اللي تزاد توا؟ كنا في موقف من حتى موقف دولي صعيب. شنو يعني حتى مثلا مش يعملوا لنا كيما نقولوا الدعم من دول تحبست كل شيء حبس. هاك شوف حالة البلاد شنو اللي صاير فيها. الغلال معيش وشنو اللي صاير. انا تبدلت مشيت في منعرج خايب خلاص. فهمني؟ وش اللي ربي يجري على السلاح انا نقول لك هاو. فهمني؟ رايك باش يرجع البرلمان في الاوقات هذه؟ ان شاء الله باذن الله. عندك ثقه كبيره في راشد الغنوشي؟ يرجع. عندنا ثقه علاش ليه؟ هي مش مساله ما عادش نشوفها اشخاص إن في شخص معين. هي البلاد ماهيش مربوطه بشخص معين. قول علاش ما علاش ما خلوش ومن بعد نحاسبوه. نشوفوا احنا خاطرين النتيجه شنو؟ حاجه نشوفوا شبه هيك كلها اش كما نقول حط الاعصاب العجله في بعضها. انا تو عندي ما نخليكش تخدم والاخر ما يخليكش تخدم. اي وبعد شنو مش الشعب شنو ذنبه؟ شنو ذنبه الشعب في انك تو معركه سياسيه ما بين رئيس برلمان ولا ما بين رئيس دوله ولا اي بعد شنو الشعب شنو ذنبه في الحكايه هذه؟ لكن هي شنو الحاجه اللي خايبه في راشد الغنوشي؟ شنو ما فهمناش احنا شنو العيب اللي فيه؟ شنو مشكله راشد الغنوشي هنا في تونس؟ فهم في رايك قاعدين يشيطنوا في راشد الغنوشي بالفارغ ما عندوش حتى سلبيات معناها؟ ولو حتى عنده سلبيات خليها تظهر السلبيات نحبوا تظهر السلبيات. تو تجي اقول لك راشد الغنوشي عمل له عمل له عمل له عمل لكن في الظاهر ما ثم حد شيء باين. نحبوا نشوفوه هذيك احنا مع انه راشد الغنوشي مسؤول على حاجات انه فسد حاجات عمل حاجات خايبه خليه يتحاسب عليها. لكن ما عندناش ما ثم حد شيء دار. انا ما تجبدش ليا عليه هذاك الانسان اللي نكرهه في الحياه. علاش نكرهه هو رد البلاد هكايا انا نكرهه الانسان هذاك ما نحبش حتى اسمه انا. شنو عندكش اثبات عليه؟ لا 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 موجود موجود الاثبات البلاد سامحني البلاد شنو هي البلاد؟ البلاد ماهيش حاجه بسيطه راهي البلاد اي ما عندكش ماهيش صحن ولا طاوله ولا شكون ردها البلاد هكا مش هو دور. لا لا مش نعطيك حاجه سامحني السياسيين اللي عندهم دور الشعب عنده دور فهمني نعطيك حاجه الغنوشي ما عنده شيء انا ايش قلت لك انا قلت لك السياسيين عندهم دور والشعب عنده دور زاد في الحكايه هذه قال لك معناه مسؤول الشعب مش واحد برك مسؤول مش الغنوشي هو باش يسيرها مش خلاص يسيرها ليه سيرها البلاد ما يسمعني افهم السؤال هذاك البرلمان باش يرجع اللي يحب يحب واللي يكره يكره انا ما يعجبنيش انا الحق صراحه كان باش تجي فيه عباد جدد نحكيو على عوده البرلمان يرجع كان باش تجي عباد جدد اللي باش يسيروا البلاد مرحبا باش يردوا هما بيدهم يزيدوا يبلعوها البلاد ليه مستحيل هذايا مستحيل ثم حاجات انا حسب رايي حسب رايي الكلمة الاخر الله يرحمه هو شكري بالعيد الله يرحمه وقت كان حب نعملوا عروق جديد ناس جديد تاع 50 سنه هذوك مزنحوه هاك ولا تساترة والتجمع ولا 50 سنه لا ما تنحاش انا ما تنحاش انا العقليه هي لا رجوع الى الوراء على جثثنا هو باش يرجع مش باش يرجع البرلمان ولكن في حله جديده وفي نظافه جديده وفي ناس جدد ومش سراق خاطر هو السارق اكبر سارق اكبر منافق وتهلكنا وما نقولش كلام اخر على خاطر خارج على الموضوع معناتها هلكنا البلاد اي هذاك هو هذاك الحقيقه نقول فيها وبرا شوفوش عنده ما عندوش عنده طيارات وعنده بلاصات وعنده الدنيا باسم الدين خضع للزواوليه وخضع للمساكن وخضعهم الكل على خاطر سؤال برك انا نسمع من قبيله ونشد في روحي تو انا راني تجمعيه وبنت بن علي
لا نعرف لا غنوشي ولا اسماء. أما بنية عمي كلمة الحق راني تاني. كلمة الحق ثاني كلمة الحق نقولها حتى على العدو اللي قلت لي باي. تو انت طيارة الغنوشي ريتي شات الملكية بتاع طيارة الغنوشي. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. راني كينتهم بوراق وصحي. أنا نصدقك أنا أنت نصدقك أنت مزيانة والله نصدقك. كان تقولي لي أنت ريتي الأوراق اللي غنوشي عنده ملكية متاع طيارة فهمتي. أنا نصدقك أنا اسمعني سالي توا أنا غنوشي جاب لي أمين عام التجمع حتو صحي جاب لي أمين عام التجمع حتو برادروا جاب احنا يغلطوا وهو ساكت. يا ودي ما عادش يرجع البرلمان متاع الغنوشي والجماعة هذيك أنساوه حلمة هذيك قعدت لهم واضح خويا. توا فما سي قايد سعيد رئيس دولة إن شاء الله ربي يبقى عليه الستر ويهزنا الاثنين صحيح. هو يقول اللي يحب والتوانسة يعملوا اللي يحب. من يوم تاع تيرس هذي اللي يحكي فيها راجل غنوشي متعودة البرلمان أحب من أحب وكره بيش برلمان شنو؟ برلمان المافيات برلمان رشيق بالفلوس برلمان الفساد والخميج برلمان اللي حط فيه فهمني كمشة فساد والسريق فهمني قاعد يعملوا لهم في الشونتاج بالفلوس بالدوسيات نتاعهم. انا والبرلمان يحبوا يرجع شنو البرلمان اللي يحبوا يرجع؟ احنا عايشين توا فهمني بركة ربي باش كامل يرجعنا البرلمان المحنون هذاك باش نعيش. تي احنا توا الماء ما عادش خالتين عليه باش يرجعنا برلمان مخلوف نتاع قضية المطار خرج في الاريبيين من المطار كانه باندي ما عادش فما دولة برلمان تاع باندية. ضد عودة البرلمان نهائيا نهائيا يا ولدي مش مع ضد عودة البرلمان. البرلمان قيس سعيد يزمو هو معناها واخر برش من المفروض من نهار نهار 25 نهار 26 البرلمان هذوك 217 يتحطوا في بلايسة فهمني ويتحقق معاهم يتجبد بالواحد بالواحد نظيف يخرج واللي عليه معناها دوسي يمشي المرناقية فهمني. توا احنا شنو راشد الغنوشي مازال معناها عنده وجهه ويتكلم ويحب البلاد يرجعها كي هما في النهضه طردوا اخرج ابعد علينا هما من النهضه تبراو من باش نقبلوه احنا كتوانسه. معناها المعقول المنطق شي يقول توا فما جاي انتخابات 17 ديسمبر وكل اللي عنده واللي عنده حاجه توريها في الصندوق لا اكثر عنده شعبيه كي هو الاستطلاع على رأي الاثنين أكثر إنسان مكروه 89% من التوانسة يكروه راجل غنوش. كي عاود يحط الصندوق مرة كي عاود يحط الصندوق قد نهجوا من البلاد وخليوا يالهم يعيشوا فيها واحد. أنا يعني ديجا عم دومون دي ميغراسيون قلت لهم حتى كي نموت ماذا بيا ما تدفنوني البر ما لقيتوا ليش مع المسلمين دفنوني مع المسيح واليهود ما لقيتوا ليش جبانة أحرقون ما عاش حاجتي بيها البلاد هذ ش مازال فيها ما يتعاش. أعطيني أنت كتونسي ما عادش عندك حتى الاسبور حتى باش تحلم ما عادش تنجم تحلم في البلاد هذ حتى باش تحلم ما عادش تنجم تحلم. شوف الشباب شوف الناس كيفاش مطيشه في الشوارع تشوف حالهم يبأس التوانسه تشوفهم تبكي التوانسه. قالوا برلمان برا شوف اش بدا تجبد الدوسيات بعد البحيري تو يجي الغنوشي وبعد الغنوشي تو يجي الهاروني واحد واحد تو يجبدوا يتحطوا في بلاصتهم كل واحد. ما قعدش بن عليه اللي هو بالعصا والنار باش يجي براجل الغنوش. يا اخي نسينا احنا الشرطه السلفيه تدور لهنا في سنتر فيلد الشرطه السلفيه شكون عطاه؟ شكون وزير الداخليه؟ مو علي العريض. نسينا شكري بالعيد نسينا الابراهمي نسينا محمد الخامس نتاع الامن الرئاسي شكون هذوم؟ النهضه كانت في السلطه. يا اخي نسينا راجل الغنوش كي قال الجيش مش مضمون والداخليه مش مضمونه نسيناه هذا. نسينا كي قال يذكروني في شبابي نسينا الكلمه الاخرانيه يتكلم على الطاغوت شكون اول مصطلح استعملوا الطاغوت ضد شكون؟ مش استعملوه السلفيين ضد الشرطه؟ هاو عنده ثلاثة ايام التالي يحكي على الطاغوت هو شنو معناه؟ هذوكم فلاشيات يعطي فيهم لجماعته يعطي في فلاشيات تتحركوا يمشي تركي ما هو صحابه الاتراك وقطر يمشي يفتحوا غاديك في تونس مع او ضد عوده البرلمان كليا؟ هذا ينسبوه ينسوه هما اللي خلونا هكا في الحضيض. قال راهو البرلمان باش يرجع احب من حب وكره من كره. اسمعني هو يقول كيف كلامك هذا في النافخات زمره يمشي يرجع وين باش يرجع؟ لداره كلش لداره هو يا احمد ربي اللي مازال ما حسبوش. فما توانسه اليوم يطالبوا بعوده البرلمان اي خليهم يطلبوا هذوك
هذوكم الشق نتاعو هو. هما علاش ما جمعوش في العشر سنين اللي كانوا فيه؟ علاش ما جمعوش هما؟ هما علاش ما جمعوش؟ اي ما جمعوش هما، هما فرقوا. انا احنا كتشوف الحاله اللي فينا في نفس المسلك، لا سميد لا فارينه لا السكر، السكر زاد تقطع وغير وغير غير. وين ومن بعد؟ ومن بعد وين ماشيين بالشيء هذا يا احمد؟ اعطيني قول مسؤوليه في الوقت الحالي يتحمل مسؤوليه. 10 سنين اللي شدوه هما اللي يتحملوا السكر تو وفارينه وكذا. ما شيء ما ثم شيء. الاحتكار شكون يتحمل مسؤوليته اليوم؟ يتحملوه هما، هما اللي يتحملوه. هما عاملين كومبلويت، هما ما همش جايين باش يخدموا البلاد، هما جايين باش يدمرونا. عودة البرلمان بالصيغة اللي كان موجود فيها صعيبة برشا، وعودة البرلمان كبرلمان في تونس أكيد كل تونسي حبي أكيد، ما دي حاجة معناها مفروغ منها كما ديمقراطيات العالم أجمع. البرلمان سلطة لازم تكون موجودة في كل بلاد. القديم صعيب شوية، أنه صعيب برشا مش صعيب شوية أنه يرجع.